بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الله عز وجل. ألف لام راء. كتاب أنزلناه إليك. الحروف المقطعة في أوائل السور تقدم الحديث عنها، وخلاصة القول فيها أنه ليس لها معنى لكن لها مغزى، حيث إن الله تبارك وتعالى تحدى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن المؤلف من مثل هذه الحروف. وقلنا قاعدة عندما تكلمنا عن تفسير سورة يونس عليه السلام أن هذه الحروف المقطعة تذكر ويذكر بعدها تماما ذكر القرآن ما عدا خمس سور ذكر في أثنائها، ذكر في أثنايا السورة. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك، أي هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد، وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء على أشرف نبي بعثه الله في الأرض إلى خير أمة أخرجت للناس. لماذا أنزل القرآن؟ هل أنزل القرآن ليعلق في البيوت أو ليتلى فقط؟ لا، الله تبارك وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أنزلناه إليك، كتاب أنزلناه إليك، الهدف الأسمى منه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي من الكفر الذي هو بمنزلة الظلمة إلى الإسلام الذي هو بمنزلة النور، فتخرجهم من ظلماتهم وغيهم وجهلهم وكفرهم إلى نور الإسلام وهدايته وسماحته، أي لتخرج الناس من الظلمات إلى النور من الكفر إلى الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى، الذي يكتب الهداية لمن شاء كما قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وكم حرص النبي صلى الله عليه وسلم هداية عمه، حرص النبي صلى الله عليه وسلم لهداية عمه أبي طالب الذي وقف معه وناصره
ولم يخذله، لكن حينما لم يكن الله سبحانه وتعالى قدر له الهداية مات كافرا، بل نزل عتاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولذلك يا إخواني، الهداية نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على العبد. ينبغي للإنسان يا إخواني أن يتذكر دائما هذه النعمة. من الذي هداك إلى الإسلام؟ الله. من الذي أرشدك إلى الطاعة؟ الله. من الذي جعلك مسلما وغيرك يتخبط في الظلمات؟ الله تبارك وتعالى. من الذي جعلك مصليا صائما تخشى الله سبحانه وتعالى؟ هو الله جل وعلا. فهي من أعظم النعم أن يمتن الله عز وجل عليك بهذه النعمة وما سواها من النعم المادية دونها بدرجات. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إلى صراط العزيز. إلى صراط العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، بل هو القاهر سبحانه لكل ما سواه، الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه، الصادق في خبره، والعزيز والحميد صفتان لله تبارك وتعالى. ولذلك جاء بعدها: الله الذي له ما في السماوات. إلى صراط العزيز الحميد الله. له ما في السماوات أي له ملك السماوات، كما قال في آية أخرى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. ثم قال سبحانه وتعالى: وويل للكافرين من عذاب شديد. والويل معناه الشدة والبلاء، أي ويل لهم يوم القيامة إذا خالفوك يا محمد وكذبوك. بعد هذا البيان الشافي الكافي، الله سبحانه وتعالى يقول في هاتين الآيتين أنه أنزل الكتاب هداية للناس وإخراجا لهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، وأرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو المالك للسماوات والأرض. فإن لم يستجيبوا بعد تلاوتك يا محمد لهذه الآيات ولم ينقادوا ولم يسلموا فتوعدهم بالويل. وهذا سر خاتمة الآية: وويل للكافرين من عذاب شديد، أي ويل لمن خالفك بعدما أنزلنا الكتاب وأرسلنا الرسول. ثم بدأت الآية الأخرى أيها الإخوة تبين سبب المخالفة، تبين سبب المخالفة أو الداعي لهم للمخالفة، فقال سبحانه وتعالى: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. قال ابن عباس رحمه الله: يأخذون ما تعجل لهم منها، أي من الدنيا، تهاونا بأمر الآخرة. ولو تأملنا غواية الناس ومعاصيهم وكفرهم لوجدنا أن حب الدنيا من أعظم أسباب الانصراف عن الهداية. ولذلك من أراد أن يكون مهتديا فلتكن الدنيا بيديه لا بقلبه، فإن حب الدنيا من أعظم أسباب الغواية بنص القرآن. ثم قال الله: ويبغونها. الضمير يبغونها يعود إلى أقرب مذكور وهو سبيل الله، أي يبغون سبيل الله عوجا، أي مائلة عائلة، مع أنها مستقيمة في نفسها.
مفهوم المخالفة يفيد أن سبيل الله مستقيمة، لكنهم يريدونها ماذا؟ عوجا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بالعباد، ألا يرسل رسول إلا بلسان قومه ولغته، وإلا قد كلفهم ما لا يطيقون، ليكون ذلك أبلغ في الإنذار والإعذار. طيب، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. نلاحظ يا أخواني، قومه، كلمة قوم جمع، أليس كذلك؟ ولسان مفرد، فلماذا لم يقل إلا بألسنة قومه ليوافق الكلمة؟ لماذا قال وحد اللسان، قال بلسان قومه ولم يقل بألسنة قومه؟ لا، نعم يا أخواني، فضل، أحسنت. لأن المراد باللسان ليس الآلة التي يتكلم بها الإنسان، وإنما المراد بها اللغة، لغة القوم. الله عز وجل: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم، أي بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل تعالى من يشاء عن وجه الهدى ويهدي من يشاء إلى الحق. هذه الآيات يا أخواني تبين لك أن توفر أسباب الهداية لا يعني الوصول إلى الهداية بلا توفيق الله. في الآية الأولى لما قال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، قال إيش؟ بإذن ربهم. فإن توفر الكتاب المنزل والرسول المرسل لا يعني الوصول إلى الهداية بلا توفيق الله تبارك وتعالى للعبد، وكون هذا الكتاب بلسان قومه لا يعني كذلك هدايته. فهؤلاء صناديد قريش كم مات منهم من الكفار وهم أعلم الناس، بل هم في يقين من صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز سبحانه الذي ما شاء كان الحكيم، في هداية من يستحق الهداية وإضلال من يستحق الضلال. فخاتمة الآية مناسبة لمضمونها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أي وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس كلهم وتدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور، كذلك أرسلنا موسى ليخرج قومه من الظلمات إلى النور. فدعوة الأنبياء متفقة وإن اختلفت الشرائع، لكن أنت يا محمد أنزلنا عليك الكتاب الذي هو هداية للناس لتخرجهم من الظلمات إلى النور، وأما موسى فأرسلناه بآياتنا أيدناه بها ليخرج الناس كذلك من الظلمات إلى النور. والآيات المرادة في هذه الآية هي الآيات التسع التي أيد بها موسى عليه السلام أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. من الظلمات يحتمل هنا، يحتمل في هذه الآية الظلمات والنور هنا يحتمل أحد معنيين. المعنى الأول أن الظلمات هنا الكفر والنور هو الهداية والإسلام كما في أول السورة. الاحتمال الثاني أو القول الثاني لأهل التفسير: من الظلمات أي من الذل والعبودية إلى العزة والظهور اللي هو النور بأمر الله، وأن المراد بالظلمات هنا الكفر إلى النور إلى الإسلام، وهو رأي الإمام الطبري رحمه الله، وهو رأي الإمام الطبري رحمه الله. وليناسب ذلك سياق الآيات، فإن المراد بالظلمات في أول السورة فهناك تشابه بينها، أي كما أرسلناك يا محمد بالكتاب لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، كذلك أرسلنا موسى بآياتنا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله،
وذكرهم بأيام الله، أي بأياديه ونعمه عليهم في إخراجهم من أسر فرعون، أي ذكرهم بالنعم التي امتن الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل حينما أخرجهم من ذل فرعون إلى العز، وحينما فلق لهم البحر وأظلهم بالغمام وأنزل عليهم المن والسلوى إلى غير ذلك من النعم التي امتن الله بها على بني إسرائيل، أي ذكر يا موسى بني إسرائيل بأيام الله. وهذا هو رأي مجاهد وقتادة، أن الأيام هنا هي نعم الله وآياته على بني إسرائيل. القول الثاني أن أيام الله هي وقائع الله عز وجل في الأمم السالفة، قاله ابن زيد ومقاتل، أي ذكرهم بالأمم الهالكة ليتعظوا. هل هناك فرق بين القولين أيها الإخوة؟ ها؟ كيف؟ طيب ممتاز، غيره؟ وذكرهم بأيام الله، هل الخطاب لموسى ولا لمحمد؟ إن كان لمحمد صلى الله عليه وسلم فيتعين القول الثاني اللي هو إيش؟ الأمم. ولذلك يا أخواني لا بد الإنسان يا أخواني عندما يرجح الأقوال التفسيرية يتأمل في سياقها، لا يرجح قولا بدون أن يتفكر في معناه. إذا قلنا وذكرهم بأيام الله، وذكرهم يا محمد بأيام الله، فيتعين القول الثاني. وإذا قلنا أن وذكرهم بأيام الله المراد به موسى عليه السلام، فيجوز أن يكون القول الأول مرادا والقول الثاني مرادا كذلك، ولا تعارض بينهما إذا كان الخطاب لموسى عليه السلام. واضح يا أخواني؟ طيب الحمد لله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين أنقذناهم من يد فرعون وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة لكل صبار، أي في الضراء وشكور في السراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أمر المؤمن كله عجب، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالله عز وجل يقول: هذه إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي ما وقع لبني إسرائيل آية وسلوة وعبرة وعظة لكل من ابتلي، فلا بد أن يصبر لأن بني إسرائيل صبروا وظفروا، فهي عبرة لكل إنسان. والواجب وقت الضراء الصبر، كما أن الواجب وقت السراء الشكر يا أخواني. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. يقول تعالى مخبرا عن موسى حين ذكر قومه بأيام الله عندهم ونعمه عليهم: اذكروا نعمة الله عليكم، تذكروا نعم الله سبحانه وتعالى عليكم، إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون. وفي سورة البقرة: يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فلماذا أتى هنا بالواو وهناك بلا واو؟ ما سر ورود الواو هنا في سورة إبراهيم؟ الجواب يا إخواني أنه في آية البقرة فسر سوء العذاب بأنه يسومونكم سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فالقتل يقتلون أبناءكم فسوء العذاب المفسر هو ماذا؟ القتل والاستحياء. أما في سورة إبراهيم فإنه ذكر الاستحياء، السوم سوء العذاب، وجعل التذبيح والاستحياء شيئا آخر، فقال يسومونكم سوء العذاب
وكذلك يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم فعطف، فجعل سوء العذاب غير التذبيح والاستحياء، وهذا سر ورود سورة أو ورود الواو في سورة إبراهيم عليه السلام. وبهذا نكون قد انتهينا من المجلس الأول من سورة إبراهيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.